رسالتنا طبعا موجهة لكل مسؤولي فلسطين والقائمين على شايف طبعا استرداد ثمين الشهداء، أن يقوموا باسترداد ثمين أبنائنا المحتجز منذ 20 عاما، ابني محتجز منذ 20 عاما لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في مقابر الأرقام. وأناشد الجميع أن يعمل على تحرير هؤلاء الشهداء حتى نتمكن من دفنهم، في حتى يكون له عنوان أن نقدر أن نزورهم ونفتخر فيهم. هؤلاء الشهداء هذا ما نطالب شايف من الجميع، مش من أي، من الجميع، من يستطيع أن يعمل يفعل شيء فليفعل. 20 عاما منذ 2024/4/2003 كم حتى يعني في العشاء في هذاك العام تم اعتقال ابني الثاني البكر اللي هو شايف محمد خالد الخطيب، وبالمحكوم بالمؤبد مدى الحياة 30 عاما، وهذا 20 عاما في السجن، وهذا 20 عاما في مقابل الأرقام. فماذا أقول، ماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين.